وادوك المايك ده قال لك تقولي حاجه، هتقولي شنو؟ اطلعوا. تقولي شنو؟ اطلعوا. اطلع من السودان. نخليه لما طيب السودان نقفله. اذا ادوك المايك ده السودان كله بيسمع فيكي، قال لك تقولي حاجه، هتقولي شنو؟ واي. تحيات محمد بكل الاشواق لكل الناس اللي بتابعونا عبر مرئية تزي سودان وين ما كنتم، اسعد الله اوقاتكم بكل الخير. موضوعنا لليوم اذا ادوك المايك ده والسودان كله بيسمع فيك، قال لك تقول حاجه او تقول كلمه، انت حتقول شنو؟ وبالاضافه لانه حنسمع نسال البنات عن الفيفا، طبعا البنات حتكون الصفر في الحته دي. ده موضوعنا اليوم، نشوف اراء الشارع ونكمل معكم مشوار. يلا بينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا شيراز سمر. شيراز حبيبك ونورتيني شديد اليوم. تسلمي بنور. شيراز إذا أدوك المايك ده والسودان كله بيسمع فيك، قال لك تقولي كلمة، هتقولي شنو؟ تحول مدنية. مدنية. يا سلام. طيب يا شيراز، بتعرفي في الكورة وكده؟ يعني ما كتير. بحب الزومبا. الزومبا. يا سلام عليك. طيب ما سمعتي بالفيفا؟ ما سمعتها خالص. هاي انا سعدتك شديد يا شيراز ونورتيني. تسلمي. شكرا لك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك منو معنا؟ انتصار على المختار. انتصار مرحبا بك ومنوراني شديد اليوم. تسلمي ان شاء الله. انتصار لو ادوك المايك ده والسودان كله بيسمع فيك، قال لك تقولي حاجه، هتقولي شنو؟ والله بقول بتمنى ان الناس ترجع لله سبحانه وتعالى عشان السودان يرجع زي ما هو. يا سلام عليك. وان شاء الله الناس ترجع لله سبحانه وتعالى، وان شاء الله السودان يرجع زي ما كان اول يا رب. فانتصار بتعرفي كثير في الرياضه؟ والله احنا عموما البنات ثقافتنا او معرفتنا بالرياضه يمكن تكون قليله شديد. طيب سمعتي بالفيفا؟ والله الفيفا معناها شنو؟ ما مستحضرة. طيب الفيفا هي اتحاد كرة القدم، وانا سعيدة بك شديد يا انتصار. تسلمي. شكرا لك. شكرا. وعليكم السلام. مرحبا بك. منو معنا؟ اسيا. محمد زكي. اسيا مرحبا بك ومنوراني شديد في قناتنا اليوم. تسلمي. اسيا اذا السودان ده كله بيسمع فيكي وادوك المايك ده قال لك تقولي حاجه، هتقولي شنو؟ اطلعوا. تقولي شنو؟ اطلعوا. اطلع من السودان. نخليه لما طيب السودان نقفله. طيب انا شو وين؟ والله اذا شوف البلد يتلم عليه، ما بلد يعيش فيها. ما بلد يعيش فيها. تعالوا كسلة ما تطلع منك. يا سلام. طيب ها كسلة دي ما جوا السودان ذاته؟ لا كسلة ده نشيله معانا برضه. طيب الفيفا معناها شنو؟ او سمعتي بالفيفا دي قبل اليوم؟ اي انت ده الاختصار بتاعه ولا الفيفا عموما؟ لا الفيفا عموما هي شنو؟ كرة القدم مش؟ ايوه في كرة القدم، لكن معناها شنو؟ السلام عليكم. السلام عليكم. معنا عمار. مرحبا بكم منورنا اليوم. طيب يا عمار اذا ادوك المايك ده السودان كله بيسمع فيك، قال لك قول حاجه، هتقول شنو؟ والله اول حاجه اقول ان شاء الله ربنا يرفع البلاء والغلاء بلدي ان شاء الله. والحاجه اللي هي نحن الشباب نبرهن بها انه البنات اللي قصرين المهر وكذا. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يسمع منك ربنا. فطيب الفيفا معناها شنو في كرة القدم؟ الفيفا في كرة القدم معناها شنو؟ والله ما عندي علاقة بالكورة. ما عندك علاقة بالكورة؟ بعرف نفسي بس. بس نفسي؟ دي بس حاجة بتعرفها كلها؟ طيب سعدت بك شديد. شكرا لك. تسلم. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. مرحبا بك. منو معنا؟ معك صدام عوض الله مين. صدام مرحبا بكم منورنا اليوم. يديك العافية. طيب صدام إذا السودان كله بيسمع فيك وأدوك المايك ده قال لك قول حاجة، هتقول شنو؟ أقول أول حاجة يا ربنا يرفع الغلا. أها يا أمين يا رب. البلد دي بقت غالية شديد. أمين إن شاء الله. ويسهل أمور الناس إن شاء الله يا رب. المرضى دي ربنا إن شاء الله يرفعهم من المرض حقهم. أمين يا رب. يفتح علينا كده جميعا إن شاء الله كده، ويصلح كده الطرقات كده في الخريف يا رب. إن شاء الله يا رب. يديك العافية إن شاء الله. طيب الفيفا في كرة القدم معناها شنو؟ الفيفا في كرة القدم معناها ده غدا الفيفا. هذا الفيفا. طيب الاتحاد الدولي لكرة القدم. كلمة اتحاد معناتها حاجة رابطة بينا. ايوه. رابطة بين يعني رابطة بحاجة يعني مجموعة من الناس. ايوه مجموعة من الناس. بيتكلموا بنقاش الكورة دي. ايوه. دي اتحاد كلمة اتحاد.
شكرا لك، سعدت بك. العافيه ان شاء الله، تسلمي، جزاك الله خير ومساء الخير عليك. مساء النور عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك معنا. رحاب عبد الله. رحاب، مرحبا بك ومنوره علي شديد اليوم. منوره علي. بنورك. تسلم يا رب. طيب رحاب، اذا ادوك المايك والسودان كله بيسمع فيك، قالك تقولي حاجه، هتقولي شنو او تعبري عن حاجه جواك؟ حقول لهم انه اذا تغيرت المعتقدات والمفاهيم في السودان ممكن انه السودان يتقدم لقدام، او نحن بمعنى اخر نتطور. يا سلام. تمام. وفي حاجات كثيره هي بتلاقيك في الشارع كبنت انت، او يعني كمره في الشارع بتلقيها من الناس اللي في الشارع، هي حاجه خطا شديد. صحيح. تمام. يعني الحاجات دي لو اتغيرت او بمعنى يعني ابلغ، اذا الناس ركزت في الحاجات اللي هي بتعملها ممكن تبدع، ممكن تتطور، ما يكون عندها زمن للناس. الناس كل فهمها بقى يعني بتمتع بس بالمحدوديه، يعني في تفكير محدود بطريقه كده لا توصف. ثاني حاجه يعني اذا مثلا حاولنا انه نحن نعمل مشاريع ونطورها، والدوله حاولت انه تدعم المشاريع دي، فنحن والله بجد الغلاء اللي نحن حاليا بنعاني منه وبيعاني منه كل الشباب وكل السودان، وبي كده بيدي احساس بالضجر، حينتهي وحيتغير تماما ان شاء الله يا رب. فأي إنسان إذا هو عايز يغير، أو مثلاً عايز إنه البلد ده ما يقعد يشتم في البلد وفي ناس البلد، يبدأ من نفسه. أيوة. فأنا بالنسبة لي إنه التغيير إذا كان هو أصلاً في تغيير فيبدأ من داخلك. أنت عشان تغير دولة لازم تغير المفاهيم الغلط. صحيح. والله كلامك زين طلاقل وكلام جميل شديد، وأنا سعدت بك شديد يا رحاب، نورتيني والله. تسلم يا رب. وأنا كمان الله يخليك. تسلم. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معنا غزلان عوض. غزلان، السلام عليك وسعدت بك شديد اليوم. وانا كمان. غزلان، اذا السودان ده كله بيسمع فيك وادوك المايك ده قال لك يقول حاجه، هتقول شنو؟ حاجه بتجي بس في بالك فجاه، الحاجه الحاسه هي اللي حتقول. ايش الله يتوسر ربنا يصلح الحال. امين ان شاء الله ربنا يصلح الحال يا رب. سعدت بك شديد. وانا شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك من معنا. شيماء. شيماء مرحبا بك ونورتينا. شيماء، اذا ادوك المايك ده والسودان كله بيسمع فيك قال لك تقولي حاجه، هتقولي شنو؟ الله يخليك لامي. لامك. نعم. يا سلام، ربنا يخليها لك ويحفظها لك ان شاء الله. نورتيني. شكرا لك. تسلم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك من معنا. نجلاء طارق. نجلاء مرحبا بك ونورتيني اليوم. بنورك. نجلاء. نجلاء، اذا ادوك المايك ده والسودان كله بيسمع فيك قال لك تقولي حاجه، هتقولي شنو؟ واي. واي عديل. والله نجلاء انا سعدت بك شديد ونورتيني. شكرا لك. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك من معنا. دالي هارون. دالي مرحبا بك ونورتيني اليوم. تشرفنا. تسلمي. دالي، اذا ادوك المايك ده والسودان كله بيسمع فيكي قال لك قولي كلمه، هتقولي شنو؟ بقول المفروض الناس يعني تتكاتف مع بعض، تشتغل مع بعض عشان تقدم السودان اللي قدامه، يعني نحن اللي حنمشي بالسودان اللي قدامه، ما حننتظر يعني بس براو كده يكون، فنشتغل مع بعض عشان السودان يتبني ويمشي لقدام. يا سلام عليك. وان شاء الله كل الناس ايدينا في بعض عشان السودان يمشي لقدام ان شاء الله. انا سعدت بك شديد يا داليا، نورتيني. تسلم. ان شاء الله. شكرا.